يومية جديدة وأسبوع جديد من صباحية الدوزام. حضر فيها مهندسة الديكور السيدة نادية بوكيود اللي غادي تقدم لنا أفكار ونصائح خاصة بالمطبخ ديال المنازل ديالنا. حضر معنا كذلك اليوم في فقرة بيني وبينك الدكتورة لبنى بوحولي اللي هي عند الوعد ديالها غادي تكمل لنا رؤيتها وتحليلها لما هو العلاج النفسي. وأخيرا حضر معنا المصممة خديجة اليعقوبي ضيفة ليلى حجي وفقرة الموضة الكل بعد النافذة القانونية والبروفيسور محمد جمال متوق. مرحبا بكم معنا في صباحية الدوزام. بروفيسور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم غادي نتكلموا على موضوع مهم بزاف واللي هو تيخص واحد صندوق، صندوق التكافل العائلي، صندوق اللي جا خصيصا باش يخفف على فئة هشة من المجتمع وفي ظل واحد الوقيتة اللي استحال فيها تحقيق قضايا أو تنفيذ الآلاف ديال القضايا ديال النفقة اللي تسببت في أزمة اجتماعية كبيرة. اليوم بغينا نعرفوا شنو هو هذا الصندوق، لاش يصلح وقتاش تلجؤوا ليه؟ عندي واحد الشرط لك كثر خير. تفضل. هذا الموضوع هذا خصنا نهضروا فيه جوج ديال الحصص. شرط مقبول اسيدي. فيه ما يتقال اذا الله يعطيك الخير، حيت فيه بزاف ما يتقال وما بغيتكش تضغط عليا وما بقاش نزرب. تفضل باش نقول اكثر عدد من المعلومات اللي هي مهمه، بغيت نعطي حقه. علاش نعطي حقه؟ ما تخيليش شحال مهم بالنسبه للنساء، النساء اللي هما مطلقات او مطلقات او لا زلنا على ذمه رجل ولكن رجل معسر، لا يستطيع النفقه. ما قادرش ينفق عليهم، ما عارفينش. انت كيقيلوا انا في برنامج في الاذاعه كيعيطوا لي وتيتشكاو، ما عندهمش باش يعيشوهم، ما عندهمش الدراري باش يقريوهم، ما عندهمش يعني كيمشيو يدبزوا مع تيسير برنامج ديال تيسير ولا كيمشيو يدبزوا مع التعويضات العائليه داك الشيء، في حين ان عندهم هذا الصندوق اللي هو مهم جدا اللي غادي نفسر اليوم شنو هو ولاش يصلح الشروط. هاد القانون بعدا اللي كينظم هو القانون 10/41 اللي تم التغيير ديالو من بعد ما عرفنا بانه فيه ثغرات، وهذه عاوتاني نقط ايجابيه في الحكومه اللي ما كتواصلش فيها، ما كتبينش بانها راه كتشتغل على النصوص. لان ملي دوزنا في واحد النص 7 سنين او 8 سنين ولقينا عندنا ثغرات وتدخلنا وغيرنا، خصنا نهضروا، خصنا نقولوا للناس عرفتوا النص القانوني اللي كانوا كينظم كذا وكذا، حنا غيرنا فيه هذا نزولا الى رغبتكم، وحتى نستطيع ان نستجيب اكثر لي وتوسيع الوعاء المستفيدين وكذا وكذا. الناس غادي يبقاو دائما كيسمعوا هذه الحكومه اللي كتجيب لهم جديد اللي كتخدم المصالح ديالهم. اذا هذا الصندوق هذا 10/41 غيرناه بقانون 83/17، وطبعا هذا راجع مبادره ملكيه، لان الملك الله ينصرو عنده واحد النظره اجتماعيه بعيده جدا، عنده الانسان شي حاجه. واول مساند لقضيه المراه المغربيه. عنده الهاجس ديال الاسره، ديال المراه، ديال الطفل، كل ما هو اجتماعي كيهتم به واحد الاهتمام خاص. اذن ملي خطب في 2003 واحد الخطاب وكنتكلم على هذا المشروع، دوزنا شي شويه الوقت خرج هذا القانون. هذا القانون اشنو هو؟ كاين واحد الصندوق اللي كيتمول من واحد المجموعه من المصادر، من ضمنها الرسومات القضائيه اللي كنخلصوا في المحاكم، والهبات والتبرعات الى اخره، والمساهمات ديال الدوله. هذا الصندوق كنفتحوا له حساب في صندوق الاذاعه والتدبير في الرباط، تنديروا فيه الفلوس. هاد الفلوس لمن؟ هاد الفلوس مديورين لثلاثة ديال الاشخاص، الاطفال اللي عندهم الحق في واحد النفقه ولكن تعذر عليهم يستافدوا من هذه النفقه، حيث باهم اللي ملزم بهذه النفقه يا اما معسر يا اما تعذر الوصول اليه بسبب الغيبه او هناك تاخر في تنفيذ النفقه. هذو ثلاثه ديال الحالات. يستفيد منه ايضا النساء متزوجات ومطلقات او مطلقات اللي عندها حكم ديال النفقه وتعذر عليها ايضا تنفذوا تستفد منها. الاطفال المتكفل بهم، تعرفين الكفاله، هضرنا على الكفاله صحيح. قانون 15/01 كيمكن واحد الاسره اب وام او ام ماشي اب وام، زوج وزوجه او امراه سيده، يمكن لها وليس رجل بوحدو دير طلب ديال الكفاله. هاد الاطفال المتكفل بهم ايضا كيكون الاب اللي تكفل بهم او الزوج اللي تكفل بهم او ديك المراه اللي تكفلت به او بها او بهم ما قدرتش تنفق،
يمكن لهاد الوليدات متكفلين يلتجؤوا ايضا لهذا الصندوق. هذا الصندوق كيفاش يمكن لنا نديروا المسطره؟ اسمح لي قبل المسطره استاذ، يعني كيف ما شرحتي انت هذا الصندوق خاصو يكون عليه الزحام. هذا الصندوق ما كاينش الزحام. علاش؟ حيت الناس ما عارفينش. ما عارفينوش. اذا هذا الصندوق غيكون عامر بالفلوس دابا. اكيد فيه الفلوس، ما كاينش شكايه، ما كاينش ارجاع ملفات، ما كاينش لا صافي شدينا الباب، ما كاينش لا صافي سيروا العام جينا بعد العام. يعني خاص غير اللي يستافد منه. الناس ما عارفينش، الناس ما عارفينش. دابا نرجعوا للمسطره. والناس تتعذر عليهم. شوف راه الله يحسن العوان، شتي المراه نتا تكون مطلقه وعندها ثلاثه ديال الوليدات وما تشوفيليش المراه اللي هي موظفه ولا مراه اللي خدمات. لا الله يحسن العوان، فهمتك علاش. كاين عيالات ما عندهاش 100 درهم باش توكل وليداتها ولا تعطيهم الحليب ديال ذاك النهار. اذا هاد النساء كلهم يمكن لهم يمشيو لهذا الصندوق. هذا الصندوق كيمشي يديروا طلب للمحكمه الابتدائيه او محكمه الاسره. فين غادي يتوجهوا بالضبط؟ كيتوجهوا لكتابه الضبط. كتابه الضبط كيمشيو عندها. الله يجازيك بخير، بغيت ندير واحد الطلب باش نستافد من صندوق التكافل العائلي. مزيان، مرحبا بك لاله. حتى الطلب باش يسهلوا عليه كاين اللي ما قاريش ما كيقولوش دير الطلب، كيعطيوه طبوع غير عمرو، غير مطبوع عمرو. وحتى لو ما قدرتش تعمرو، اي موظف الله يكثر خيرك واش يمكن لك تعمر لي هذه الوثيقه هذه؟ تتعمر هذيك الوثيقه يعني الطلب. ذكرنا فين؟ في كتابه الضبط. كتابه الضبط في المحكمه الابتدائيه او محكمه الاسره. لان هذا الطلب كنتوجهوا به الى رئيس المحكمه. لان رئيس المحكمه هو اللي غادي امر بالصرف من بعد ما غادي يصدر القرار ديالو ديال الاستفاده لهذا الشخص، لهذه السيده هذه من هذه النفقه. اذن اختي خصني ندير هذا الطلب. الحاجه الثانيه كنجيب حكم اللي حكم المحكمه، لازم حكم، ماشي بوحدي من ري راسي. الراجل اللي قال الصبح نعس ما خدامش ايوا مشينا للصندوق، لا خاصني لازم نكون طالبت بالنفقه. راجلي ما قدرش ينفق عليا او الطليق ديالي ما قدرش ينفق عليا، تعذر عليه ينفق عليا بسبب عسره او غيابه او تاخر النفقه. يعني خاصني نثبت حتى السبب ديال العسر ديالو. اييه هو السبب، ما كنقلبش على سبب العسر ولكن كندير معاينه العسر. وبماذا اثبت معاينه العسر؟ بعدم تنفيذ الحكم. اذا مقرر المحكمه اللي حكمت لي بنفقه ثانيه. ثالثه الوثيقه الثالثة هي محضر المفوض القضائي اللي مشى باش يبلغه وينفذ عليه وجاب لي محضر ديال الامتناع، ما عندوش باش ينفذ هذا السيد. يا اما ما لقيتوش غائب، يا اما تعذر علي الوصول اليه كنمشي وما كنلقاش ما عرفتش فين راه، او تاخر كنمشي له عاود نمشي له عاود نمشي له. واش هذيك الوليده نخليهم هنا كيموتوا بالجوع؟ واش ديك المراه نخليها على كف عبريت؟ كل وقت اللي محتاجين فيه دوك الوليدات. اييه داكشي باش دخلنا، داكشي باش دخلنا حتى كلمه ديال تاخر. حتى التاخر راه هذه المشرع، انا تنهني المشرع على هذه على هذه الصيغه. دائما عندي مؤاخذات على المشرع ولكن هنايا لا، هنايا لا. تاخر تاخر، وداك التاخر ملي كتوصل واحد شهرين ما يمكنش نبقى بلا نفقه على هذه الوليدات. لان راه خصنا نحطوا هاد العيالات اللي كيطلقوا مطلقين او طلقوا هما، انه اختاروا خدا واحد القرار، خصنا نحطهم في عينينا لانهم كيكونوا في واحد، كنهضر على اللي ما عندوش يعني لا دخل، ما عندوش استقرار، ما عندوش عمل، ما عندوش موارد. هشاشه هشاشه. والذئاب ما اكثرهم. اذا خص المجتمع، خص الدوله تحميهم، تحضن هاد المطلقات وهاد المطلقات وتحميهم وتحمي داك الوليدات وديرهم مسؤوليه ديالهم حتى نقريوهم وحتى نوصلهم باش يمكننا ننقذوا المجتمع ديالنا. ماشي نخليها تطلق، ايوا خدات هي القرار ديال الطلاق، ايوا تحمل مسؤوليتها. ما كنهضرش على اللي فيهم البساله، انا كنهضر على الضحيات، النساء ضحيات. تكرفصوا، تمحنوا، صبروا، ولكن بالتالي ما لقاوش فين يمشيوا الا الطلاق. وصلوا الطلاق كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، ما كاين حتى شي مشكل، ولكن المجتمع والدوله تحمل ايضا. المفروض انه يحميهم. اذا احنا وصلنا للمحكمه، حطينا في المسطره، حطينا الورقه بان محضر الامتناع او عدم تنفيذ هذاك الحكم. انا كنت نشكر لك في استعمال كلمه تاخر، تاخر المشرع. اذا حتى ذاك التاخر حتى هو كنستندوا عليه باش يمكننا نستافدوا من هذا الصندوق. إذن الوثيقة الأولى طلب أو ذاك المطبوع كنعمروه، ثم الحكم أو القرار أو المقرر القضائي اللي كيحكم لي بالنفقة، ثم محضر ديال المفوض القضائي اللي مشى ينفذ وما لقى ما ينفذ، لقى العسر أو الامتناع أو ماشي امتناع، العسر أو التأخر أو تعذر للغيبة. ثم عقود الزياد ديال هاد الوليدات، ونجيب حتى العسر ديال الأم. خصني حتى العسر تثبت الأم بأنها معسرة، حيت ملي كيكون الأم ميسرة راه خصها تنفق على وليداتها. في حالة عسر الأب أو في حالة
الملزم بالنفقه في حاله عسر بالنفقه فهي ملزمه، اذا هي خصنا تثبت لنا بانها معوزه. واخا مادام المشاريع يعني ركز على الكلمات ديال التاخر فهذا يعني تعني بانه واخذ بعين الاعتبار العامل ديال الوقت. واش هذه المسطره هذه تتاخذ الوقت، وخصوصا واش التنفيذ ديال الولوج لهذا الصندوق والاستفاده منه سياخذ الوقت؟ فعلا كتستافد من الصندوق بسرعه بناء على النصوص القانونيه اللي كاين في النص القانوني، لدرجه انه المحكمه خصها تثبت في اجل ديال 8 ايام من تاريخ الطلب. جميل. وفي 3 ايام من بعد ما حكمت المحكمه وقررت يستافد هذا الشخص يستافد من الصندوق، كتصيفط المقرر ديالها والوثائق كلها المرفقات للصندوق الايداع والتدبير باش تقول له هذه السيده غادي تجي لعندك خصك تخلصها. جميل. كيفاش غتخلص هذه السيده وشكون هي هذه السيده واش كاينين المستفيدات والمستفيدين المستفيدات طبعا من هذا الصندوق؟ هذه كلها اسئله كثيره ومازال حدا اخرين غادي نجاوبوا عليهم في الفقره الجايه ان شاء الله. عنصر التسويق زعما فاصل ونواصل خليكم معنا ونرجعوا. لا لان الموضوع مهم جدا حقيقه. انا بنفسي ما كنتش عارفه بان بوجود هذا الصندوق هذا واللي غادي يحل مشاكل كثيره. يكفي ان المعلومات توصل لكل السيدات. شكرا بزاف. وكنتمنى على ان الاسلوب باش كنهضر يكون بسيط، لان كنتفكر في الناس اللي في الباديه. الناس اللي في الباديه المراه راه دابا كتحلب في الكوري ديالها مع واحد البقره، ولا كتمشي تحطب ومطلقه وعندها ثلاثه ديال الدراري، واحد في الدار وواحد كترضعو وما عندهاش باش تعيش، ما عندهاش باش تعيش. إن واش يمكن لي نوصل لها هذه المعلومات؟ واش يعني والنجاعة ديال هذه المسطره؟ واش فعلا هذه المراه اللي غتقلب على 300 درهم 15 درهم باش تركب في النقل يمكن سري ولا نقل رسمي وباش تمشي للمحكمه، واش غادي تلقى اللي غادي يأزرها ويساعدها وياخذ بيديها حتى توصل وتستافد؟ هذا هو الهاجس ديالي. اما الناس اللي في المدينه واللي قراب واللي معلومه قريبه عندهم، معلومه قريبه عندهم، نتمنى ان المعلومه توصل لكل الاذان والاعين اللي تشوفنا اليوم في صباحيه الدوزيام. تنشكرك بروفيسور. بقاو معنا مشاهدينا، نمروا اللحظه للفقره المواليه. خديتي لنا شي جوج دقائق ولا شي حاجه؟ لا بالعكس خديتهم لي نتايا. لالا نادية بوكيود مهندسة ديكور، مرحبا بك صباحية الدوزيام. اللي غادي نرجعوا للمطبخ المغربي وغادي نتكلموا على الجديد في هذا الميدان هذا. اهلا بك اولا. الله يبارك فيك. ميرسي بوكو. دونك المطبخ المغربي اليوم انا كسيدة مغربية بغيت نعرف، بغيت نصوب المطبخ ديالي، يا اما نصوبه من داو جديد او لا نعاود نصوبه، فبغيت نعرف الطرق او لا افكار عملية اللي ندير في راسي قبل ما نبدا. الوغ اول حاجه خصنا نعرفوا واش لا كوزين ديالنا كبيره ولا صغيره، واش ليكليراج كيدخل لا كوزين مزيان ولا لا، هذه من ناحيه. ثاني حاجه هو انك نحاولوا لو ماكسيموم ندخلوا لي بلاكار ديالنا، لي بلاكار ديال لا كوزين، دونك كو سوا من الفوق ولا من التحت. ودابا ولاو فهاد لا كوزين دابا ولاو دي اكسسوار اللي تيكونوا فريمون كتكون فيهم لورغانيزاسيون ديال السلعه باغ اكزومبل ديال لي كاسرول. يعني سهلوا المأموريه على الساده والسيدات، يعني ولاو عمليين وتيمشوا في يعني فهاد الموجه ديال كل ما هو عملي وتقني وسهل. سهل اكزاكتوم. ودونك من ناحيه اخرى كاين اللي عنده لا بيوندري، دونك لا بيوندري ديالنا الا كانت صغيره من الاحسن. دابا لا بلوبار ولا كيحيدها وكيكبر لا كوزينه ديالو، باسكو لا بيوندري كيكون فيها بزاف غير لا ماشين ا لافي، الوغ ولاو كيهزوا لا ماشين كيونكاستخيوها في وسط لا كوزين، كومسا كيربحوا لي سباس كثر وكتجي كوزينه دايره يا اون او ولا اون ال. وهذا الشيء ما تيمنعناش ان تكون عندنا بيوندري الا كانت ما كانش صغيره، فالمهمه ديالها تتبقى قويه وحاضره ولا لا؟ اي اكزاكتومون. الا كانت بيوندري كبيره نقدروا نستعملوا فيها دي رونجمون، نقدروا نحطوا فيها مثلا شطات بليسو اكسيتيرا يتقادوا في ان موبل في لا بيوندري ديالنا. داكوغ. شنو هي الافكار العمليه اللي تتقترحي على المشاهدين اليوم باش يرجعوا جوستومون هاد لا كويزين ديالهم يرجعوها عمليه وسهله اننا ندخلوا لها ونقوموا بالعمل ديالنا اليوميه؟ شنو تتقترحي عليهم؟ دونك لي ماتيير. لي ماتيير فوالا، لي ماتيريو اللي سورتو كيكونوا لي ماتيريو خصنا نحددوا لي ماتيريو اللي هما سوليد. يعني عندنا هنا كيف ما انت تفكري في الدوام ماشي غير شي حاجه اللي غادي نقضيو بها وصافي. الكوزينه اللي جيتي تعاوديها من الاحسن تعاوديها افيك اون سوليديتي بعدا هي الاولى، ويكون لي ماتيريو يكونوا كي تيستحملوا الدق والتعب وتيستحملوا يعني هذاك الشقاء اللي تيكون في الكوزينه ولا لا؟ هذاك الشيء اللي كاين. دونك هنا كما كتلاحظوا هنايا جبت دي زيشونتيون ديال لي بلاكار اللي يقدروا يتحطوا في لا كوزين. باغ اكزومبل هذا معروف اللي هو الام دي اف هاي جروز.
الوغ هذا الام دي اف كنصح به الناس يستعملوه في لي بلاكار اللي الفوق، هذا سهل مسيح يتوزن دونك خاطيك توا ياك، هذا هو اللي كيكون بزاف، هو اللي كيكون بزاف. مي انا اللي كنصحهم يكون في الفوق احسن، يكون بعيد على الماء وبعيد على ما تيستحملش الماء وسط الخدمه شويه، ما كيصبرش بزاف بحال اللي كيصبر لا هيغلوز لا تي بلون بروميير شوا. أسماء عملية دابا اللي تهمنا حنايا سورتو في هادشي كامل هي الثمن للنادية، الثمن واش الثمن ديال هذا بحال هذا، يعني أنا نبغي ندير شي حاجة اللي سوليد واللي غتدوم ليا في الوقت، ولكن كذلك الجيب ديالي خصني نفكر فيه. بيان سور دونك دابا هذا زيد المزيد دقيق، زيد المزيد دقيق. بيان سور هذا كيدير 800 درهم لافو، لافو كتكون فيها مترو 22 على 2 مترو 44، وهذه أثمنة ديال لي غروسيست ولا أثمنة ديال البيع؟ ندير البيع وي اكزاكتوم، وهذا تيكون 1200 درهم لاف، يعني الفرق بيناتهم واحد 400 درهم كامل اكزاكتوم. الا كان اللي عنده البيدجي شويه قليل الاحسن هذا يستعملوا لتحت وهذا يستعملوا الفوق. دونك هذه حيله زوينه، هذه حيله زوينه تبارك الله عليك. تفضلي. الوغ كاين ماتيريو اخر اللي هو اش دي اف، هذا كيصلح سورتو لا بانتور، الا كنتي مثلا بغيتي الكوزينه عندك كبيره وبغيتي ديري كولور فونسي بحال غري فونسي بحال الزراق بحال المهم دي كولور اللي فيغ حتى هو، هذا تتكون اون فينيسيون اولترا فيني فيه وتيصبر الماء، كيصبر الماء سورتو. دونك هذا ما تخافيش عليه، تقدري تستعمليه مثلا في لا كوزين سو فورم دو ال، ديري مثلا لي كيسيون ديالك من الفوق وتكمليها افيك اون كولون، دونك هذا تا هو كيجي زوين. وعندك البارداج، لو بارداج اللي دابا دارج على الموضه بزاف ولا في كل بويس، واش ثاني في دمود واش غادي يمشي ولا غادي يبقى ولا مازال كاين؟ مازال كاين ونهضروا عليه دابا ياك. فوالا اكزاكتوم، هذا من الاحسن تستعمل بالبواشين ماسيف، ماسيف تيكون تري سوليد وما تخافي غالي حتى شي حاجه، وبالتالي غالي غالي داير تقريبا شي داكشي علاش ندير منه غير شويه شويه من الاحسن، مثلا نقدروا نستعملوا غير في اون كولور ولا غير في لا بارتي الفوقانيه ديال لا كويزين. دونك هذا كيدير ب 200 و 2500 درهم المتر كاري كي كان عندنا لو بواشين. الوغ دونك الام دي اف هاي غلوز كاينين، جبت اون باليت اللي كيتستعملوا بزاف دي كولور كلير باستيل بحال لو توب بحال لو بيج اكسيتيرا و اي فوالا. دابا ندوزو للبلون ترافاي دار ليا، بلون دو ترافاي اكزاكتومون. دونك البلون ترافاي ما تنساش بان حنا تنحطو البرمه وتنحطو الكوكوت سخونيه سخونيه، وكاينين دي ماتيريال اللي ما تيستحملوش هاد العوامل ديال الحراره وديال اكزاكتومون. مي انا جبت لكم لي ماتيريال اللي فريمون تيكونوا ريزيستون للحراره اللي ما تيخليوش لي تاش، سورتو عندك لو نوار ابسولو كناخذو هاد هذاك رخام رخام ولا ابسولو، هذا سميتو مغبر نوار ابسولو، تيدار في لو بلون دو ترافاي انسي كو لا كريدونس. كاين لا كريدونس هي هذاك الفراغ اللي بين لو بلاكار و لو بلون دو ترافاي، دونك هذا ما تخافي منه حتى حاجه. حتى هو لو بري ديالو سا فاري اونتر 1500 درهم ل 1800 درهم تقريبا. ما عجبتنيش هذيك بحال هكا دونك ما يفوتش من مزيان. انا مثلا نعطيو فكره على الاثمنه باش الناس يعرفوا يعني شنو تينتظرهم، ولا كانوا غادي ناويين يديروا شي حاجه صحيحه يعني يقدروا يوجدوا راسهم على تيسع وبداو يجمعوا على تيسع. علاش كنعطي اون فورشيت؟ باسكو دابا ولات الثمن السلعه ولات كتغلى، دونك داكشي علاش فضلت انني نعطي واحد لا فورشيت احسن باش تكون عندهم فكره. هذه الفكره ديال السلعه غلات لان لاحظناها بزاف من بعد كورونا، بزاف لو تيقول لك السلعه غلات لان التنقل ديالها ولا غالي، واش بصح؟ واش يعني هذا الغلاء في الاثمنه مبرر بالجائحه اللي دزنا منها ولا لا؟ حيت كل الميادين تيقول لك راه زاد الثمن حتى بالنسبه لكم انتم. حتى حنايا دونك حنا تزاد عندنا تقريبا كاع لي ماتيريو، عندك الزاج الالومنيوم الخشب سورتو قدر اليوم يكون ثمن غدا تلقاه بثمن اخر، دونك فريمون حنا في واحد حتى حنايا كان في انتم تضروا كنطيحوا في دي اثمنه اللي هما واخا. دونك نرجعوا للرخام، اللي ما بغاش رخام ولا جاه غالي شنو يقدر يدير في عوتو؟ الوغ هو من الاحسن لو بلون دو ترافا كيبدا رخام، كاين غرانيت اللي هو الاثمنه ديالو حتى هو 400 درهم 500 درهم للمتر كاري، وكي هو سوليد الكرانيت سوليد لي سوليد، ولكن دابا اللي الناس كيبغيو دابا لا توندونس ويبغي شي حاجه اللي هي بلو سوليد واللي حتى في الديزاين يكون شي ديزاين زوين، الاحسن نديرو لو نوار ابسولو اولا كاين لو مغبر كالاكاتا، هذا اللي هو ولا معروف. علاش رقيق بحال هكذاك؟ واش لا هذا غير ايشونتيون داكوغ غير ايشونتيون هذا. دونك هذا الكالاكاتا هو كيصبر السخونيه كيصبر ما تلقايش فيه اون تاش اللي
اللي مستحيل نحيدوها. رخص من الرخام؟ لا بالعكس، هذا غلا من الرخام. غلا من الرخام، هذا كيدير بشي 2200 درهم متر كاغي، ولكن كتحطيه كتنسايه، دونك زعما لا كوزين اللي حطيتيها راه واضحه. واللي باش كيجي زوين كيجي في لو بلان دو طرافاي بلوس لا كريدونس، كيجي واحد لا كونتينيتي وكتبين لك لا كوزين اكبر. واضح. لالا ناديه بوكيوت، تنشكرك بزاف على تلبيه دعوه صباحيه الدزام، وتنشكرك على هذه الجوله اللي درتي لنا في السوق المغربي باش نعرفوا اولا الاثمنه. طبعا بزاف الناس غادي يقولوا هذه الاثمنه غاليه في ظل هذه الازمه اللي تنعيشوها، حنا سنعطيكم غير افكار طبعا، وكاينين يعني اشياء على حس على على قد الجيوب ديالنا، يكفي اننا نعرفوا شنو اللي كاين في السوق بعدا، ومن بعد لكم كامل الاختيار. تنشكرك مره اخرى، تلقاو من قريب. شكرا على العفو. لله اللحظه نمشيو عند الدكتوره لبنى بوحولي، فقره بيني وبينك، خليكم معنا. دكتوره لبنى بوحولي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. ما قدناش الوقت هذيك المره تماما، تكلمنا على تحليل او لا على العلاج النفسي، طرقنا الانواع ديالو ولا الطرق ديالو اربعه كنتي تكلمتي عليهم. اليوم غادي نكملوا وغادي نتكلموا على واحده من هذه الطرق هذه، وهي التحليل النفسي. نعم. شنو سنعنيو بالتحليل النفسي دكتوره؟ فكما قلتي لنا سميره، حنا فاش تكلمنا ديك النوبه حاولنا نعطيو فكره عامه على ليش كيصلح العلاج النفسي، ولكن حنا عارفين بانه كاين عده طرق كثيره، غير ركزناها في محاور اربعه، اما هي اكثر من اربعه، من المحاور الكبرى هي اربعه. تكلمنا بسرعه ديك النوبه على المحور ديال العلاج المعرفي السلوكي، لانه هو اللي كيتستعمل اكثر حديثا، ولانه المده ديالو قصيره. اليوم بغيت نركز اكثر على هذا المنهج اللي هو معروف بزاف، واللي بزاف الناس يسمعوا منه بعض المصطلحات او لا تيقول لهم مره مره بلا ما يعرفوا المعنى ديالو، بحال الشعور ولا شعور، العقل الواعي، العقل اللاواعي. شنو سنسميو التحليل النفسي بالفرنسيه؟ لا بسيكاناليز. تمام. بسيكاناليز. وانا فهذا منهج اللي هو معروف الاول في العلاج، اول منهج كان معروف اللي هو كان طبيب نمساوي سيغموند فرويد هو اللي كان اكتشفوا تكلم عليه، وهي على فكره عبقريه كبيره انه يقدر يتكلم على هذه المفاهيم اللي هي كثيره، عده مفاهيم. هذا العلاج اللي هو شويه فيه صعيب، وانه طويل بزاف، يعني خصو ياخذ كيقدر ياخذ سنين، بل بعض الناس ملي كتدخل فيه كتدخل مده سنين. المفاهيم اللي خصنا نقربوا الناس منها، اللي نحاولوا غير نبسطوهم لانهم شويه كيبانوا بحال اللي كيخلعوا شي شويه. صحيح. كاين فجاء سيغموند فرويد تكلم في الاول على مفهوم العقل الواعي والعقل اللاواعي، الشعور واللا شعور، وتكلم بانه هذاك الشيء اللي مخزون في اللا شعور ديالنا قد يتحكم في السلوك ديالنا، هو اللي كيقدر يخلق لنا في بعض الحالات امراض او سلوكات معينه. هنا غادي نرجعوا اللي تكلمنا عليه المره اللي فاتت، انا ترجع بك الارض الواقع، يعني التجربه ديال كل مريض. نعم. فاش يمشي عند الطبيب باش يدير العلاج النفسي. نعم. وتكلمنا على الصوره النمطيه اللي كانت عندنا ديال اننا تنتلقاو في لو ديفون. نعم. ربما المعالج ديالنا تيحاول يخرج منا شي حاجه من لا شعور ديالنا، من اللاوعي ديالنا، هيبنوز كذلك. فواش هذا الانسان هذا مستعد انه يدوز هذا الوقت كامل اللي تتكلمي عليه؟ نعم. باش يقدر المعالج يوضع الاسبوع ديالو على المرض. نعم. وبالتالي يلقى ليه العلاج ديالو المناسب. ففعلا هنا كيبقى تقييم ديال كل حاله، هل هذا الشخص مستعد ولا مستعدش، وتكلمنا على هذيك النوبه، خاص يكون واحد التفاهم بينه وبين المعالج، اتفاق والثقه واتفاق، وخصنا نعرفوا هذا المشكل اللي عندي واش كيستدعي مني انني نرجع انني نبحث في اللا شعور ديالي. فنزيدوا نقربوا الناس من هذه المفاهيم اللي تكلم عليها سيغموند فرويد، واللي من بعد بطبيعه الحال تفرعت، ما بقاتش يعني جامده، وتفرعت منها مذاهب اخرى، ولكن نتكلموا على المفاهيم بصفه عامه اللي ما كرهتش نقرب الناس منها. باش تفيدنا ان نفهموا هذه المفاهيم وباش نعرفوهم، لان كلمات كبيره. نعم. وسيغموند فرويد يعني باش تنفع السيد اللي عايش مشكله. نعم. وباغي يدير العلاج. سؤالك وجيه، ودائما كنقولوا بزاف مرات بيني وبينك واحد الجمله انا وياك دائما تنكروها، غادي تتفقي معايا فيها، اذا عرف السبب بطل العجب.
انا عطيتك غير بصفه عامه، ولكن من بعد غنشرح لكم كيفاش ممكن يفيدنا هذا النوع ديال التحليل اللي غادي ياخذ وقت طويل، واش غيصلح ولا ماش غيصلح ولا ما يصلحش، واش غادي ينفعني في انني نعالج المشكل مباشره ولا لا. هذا كيبقى واحد الانتقاد دايوغ اللي كيتقال على هذه الطريقه هذه، وهذا الشيء علاش تطورت الطريقه وما بقاتش بالشكل اللي كان قديم فيها، وجاو علاجات اخرى ومنها العلاج المعرفي السلوكي اللي هو كيبقى اني وتيتدار في ما يسمى بليسي اي مانتونون، انيا وحاليا تيتستعمل في العلاجات ديال امراض مضبوطه. ولكن نرجع نقول القاعده الاساسيه كانت هي التحليل النفسي والعلاج او المذهب المرجع ديال فرويد اللي هو التحليل النفسي. نبغي نزيد نقرب، كاين ما يسمى بالشعور وباللا شعور، وكل ما هو لا شعور هو مكبوتات غريزيه اللي تتكون مخشيه كما تنقولوا في الايسبرغ في المنطقه اللي هي خفيه، والمنطقه الخفيه كتكون كبيره بزاف اللي ما عرفهاش حتى الشخص اللي حلها، قد ماشي لا يدركها في الحالات ديالو في ديك الساعه، ولكن الا خدا وقت واشتغل عليها ممكن يدركها. ولكن الادراك ماشي فقط من اجل الادراك، الادراك من اجل ربطها بربطها بالاعراض وبالمشاكل النفسيه اللي كتبان في الشعور. هنا تكونت مفاهيم اخرى من غير هذا المفهوم ديال الشعور ولا شعور، تكونت مفاهيم اللي كتعتمد على الثلاثيه ديال، وهي معروفه بزاف وغادي نتكلم لك عليها وغادي تعرفها بطبيعه الحال، هي ثلاثيه الهو الانا والانا الاعلى، لسا هو كل ما هو غريزي، كل ما هو فطره وهو كيتخلق به الانسان كنزادوا به، وعاده تكون عند الطفل في الاوائل في السنوات الاولى ديالته، كل ما هو غريزه انا غناكل انا مثلا ملي كيتزاد الطفل الرضيع اول ما تيدير تتلح على الثدي ديال الام ديالو، فما تبقاش يفكر طريقه غريزيه واش الطريقه غريزي، ما تفكرش واش غنضرها ولا ما غنضرهاش. وهذا الشيء علاش الحمد لله كيبقى كاين البقاء، هذا الهو هو اللي كيخلي البقاء، لباش غرائز ديالك كتخلي جنس البشر انه يبقى يستمر، ولكن هذا الهو بشكل مطلق ما يمكنش يكون، كيجي المجتمع تقنه، ففي السنوات الاولى كيولي الانا اللي هو كيحاول يدير واحد التاقلم ديال الغرائز مع المحيط ديالنا، مع المده وعلى حسب كل مجتمع والتقاليد ديالو والمفاهيم ديالو كيدار الانا الاعلى. شنو هو الانا الاعلى؟ كنسمعوا لي انا ما كرهتش هذه المصطلحات نقربكم منها وما تخلعكمش، شنو ما تخلعناش؟ انا فكرتيني في دروس الفلسفه فاش كنا في تماما في الثانويه، للاسف انا فرحانه اليوم لان نعاود نستعيد الدور، راه ماشي شي حاجه اللي كتخلع، راه خصنا غير نقربوا منها ونبسطوها، ودابا تشوف على سميره كتنفعنا. ودائما تنقول بان الانسان اللي كيدخل في واحد الحوار مع نفسه وكيحاول يقرب نفسه باش يفهم راسه باش يعالج راسه، راه هذه من الامور اللي خصنا نقدوها مع نفسنا، ودائما تنقولوا خصنا نتصنتوا ريوسنا ونتواصلوا مع ريوسنا، هذه هي الطريقه لربما الانجع والاقرب باش نديروها. اكزاكتومون. الانا الاعلى شنو هو؟ هو المنطق، هو الأخلاق، هو الدين، هو القوانين، هو كل ما هو النفس اللوامة. هاد النفس اللوامة كتبقى دائما في صراع مع ياش، مع الهوى، مع الغرائز، والثلاثية كتكون باش تعطيني واحد الأنا اللي هو منفصل واللي هو متوازن نفسيا. ففاش تيكون الأنا متوازن نفسيا معنيته بأن دير توازن ما بين الغرائز الغير مسموح بها، ولكن حط لها إطار منطقي في المجتمع ووازنها مع الأنا الأعلى اللي هو كما كنسميه بشكل ليني، هو داك الشرطي اللي قائم دائما مورا راسي واللي دائما كيقول لي خصك تكون حاضر راسك دائما رد بالك. واش يعني بأن الناس اللي عندهم مشاكل نفسية يعني عندهم مشاكل في ترتيب ديال هاد انت وصلتي لها سميره برافو عليك. دونك هو هاد المريض مع المعالج ديالو تيحاولوا يرتبوا هاد المفاهيم ونحطوها في بلاصتها باش نقدروا نساعدوا باش نفهمهم ونعرفوا هاد الحاله ديال القلق او الحاله ديال الوسواس القهري. على فكره الامراض الوسواسيه القهريه كيمشي فيها هاد النوع ديال العلاج مزيان، لان كترجع تربط هذه الفكره الوسواسيه ما عندها معنى، اش جابها تحط لي علاش 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 محطوطه. فمني غادي نفهم هذا منين جات وكيفاش الاكيليبغ التوازن اللي عندي اللي هو غير متوازن دابا، غادي نقدر نفهم راسي ونعاون راسي باش نتعالج. تنشكرك بزاف دكتوره لبنى بوحولي على هذه التوضيحات هذه اللي رجعتنا لي بون ديال الليسي، ولكن اللي نعشات شي شويه لا ميموار ديالنا وعرفتنا بالاسباب اللي تقدر تؤدي ونبسطوها تماما
راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، ولكن الا فهمناها كما دائما تنقولوا تيبطل العجب وكنساعدوا راسنا بزاف. هذه غير فكره على المدرسه او المنهج التحليلي، ولكن كاين بزاف المناهج اخرى اللي ما بغيتش ندخلكم فيها لان شويه تقنيه، يمكن مره اخرى ان شاء الله. نشكرك دكتوره لبنى بوحاولي، نتلاقاو الاسبوع الجاي ان شاء الله مع فقره اخرى من بيني وبينك. اللحظه نمشيو نختموا حلقه اليوم صباحيه الدوزام مع ليلى حجي وضيفه ديالها السيده خديجه اليعقوبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليلى جيتي غزاله بهذا البيسه تري دي كونتراكتي، واللمسه المغربيه حاضره ومريحه. لالا خديجه ماشي اول مره في صباحيه الدوزام. لا ماشي اول مره، حسن الشرف اني كنت معكم ديجا. مرحبا لالا، ربي يخليك بارك الله فيك. ليلى تكلمي لنا على الروح ديال هذه الفقره هذه، كاينه شي حاجه جديده اليوم واللي زوينه واللي بغيت نحييك عليها؟ يا سميره، لان هذه الحلقه هذه ما غاديش نشوفوا غير لي موديل، كان انا نبغي نشجع كيف دائما انت كتشجعي سميره الناس اللي كيساهموا كيعاونوا البلد ديالنا يعني المغرب، وهي من الناس اللي حدقات واللي حرات واللي دارت السوسيتي ديالها ديال هذه العام هذه باش دارت لا سوسيتي ديالها اللي مستقره في الرباط. وما دارتش غير اي سوسيتي، يعني دارت سوسيتي خاصه بالناس اللي محتاجين يخدموا. نخليك تقدمي لنا لا سوسيتي والمشروع ديالك. ربي يخليك. الوغ لا سوسيتي سي ان بروجي دو بريت ا بورتي ماروكان فيمينا، وغادي تبدا ان سيري دو دوم بيانتو تاهي ان شاء الله. دونك اللي كتكون دي كوب تري مودرن مي افيك اون توش ماروكان، ديك لا توش ماروكان تيخصها دي زارتيزون ماروكان. دونك غادي جو في ريكروتي دي زارتيزون ماروكان. فضلت اني نخدم مع واحد الشريحه معينه في المجتمع اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه. تبارك الله عليك. دونك عندي فريمون الفكره زوينه بزاف، لان خصنا نشجعوا بعضياتنا. انتم كلهم منصوبين هما بيديتاتهم ما شاء الله عليك. بغيت غير نشوف انا يعني هذا الشيء اللي لابسه بين مودرن، ولكن تتبان لي اللمسه المغربيه هنا. ضروري غادي تبارك الله. هنايا دايره الدريس مع هذا سي الراندا كاريمون، دونك خفيفه يعني البسه ديال النهار اولا ديال السهره، ولكن دائما لمسه مغربيه حاضره. لمسه ماشي غير مغربيه، ولكن ذوي من ذوي الهمم. فوالا اكزام، من ذوي الهمم والقدرات الخاصه. انا تقول ماشي نقدروا نحيو من 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 هذا المنبر هذا سميره، لان فريمون كنشجعوهم وخاصنا كاملين نتضامنوا مع هاد الناس بحال هادو، وكنهنئك على هاد الفكره هذه. اذا نشوفوا اول اقتراح ديال هذا النهار هذا مع اللبسه اللي لابسه لورا. كيف ما تنشوفوا سي توني تري مودرن، سي دو سيمي كوير. اكزاكتومون سيمي كوير بليسي، لا جوبي لي بليسي اي لو اوسي بليسي مي انفيرسمون، دونك لاخر بالهوريزونتال لاخر بالفيرتيكال. توجور لا توش ماروكان اللي تنشوفوها اللي كاينه في. انا تهمني الراي ديالك ليلى، لان هذا لو ستيل ما عمرنا ما شفناه في صباحيه دوزام. بغيت نعرف الراي ديالك في هذا لو ستيل هذا. هو سي ان ستيل اللي هو تري مودرن، ولكن في نفس الوقت زعما جوغ يفو اوزي بورتي des choses comme ça, parce que tu aimes un style comme ça. Le plissé, donc, il est kandarj al moda. Et puis voilà, donc, à la hasab, kif je rate le pso, comment tu vas le looker de le style. En tous les cas, Laura, le portrait très bien. Le portrait est bon. Exactement. Mais moi, ce qui m'a. Les jbnif à le pso, c'est vraiment kif kralt sida khadija, kende imad dik la lemsa al maghribi ya hadra. Exactement. Et ça fait vraiment plaisir. Alors. هنا تنشوفوا ان طايور اللي توا عنده واحد لا ديكوب اسي مودرن، مي ان ميم طو كاين هذيك لا توش دو تراديسيونيل. اون بو ميتر دي ريسبسيون. عجبتني لا كوب ديال لي مانش بلوتو في الجناب، كيفاش دايرين عندك درتي دو مانش فين سي مانش، دونك فوالا اي سوبر بوزي، دونك تتبان لي فوقيه وتحتيه. وتندير حتى الداخل دو لو بودي الداخل تندير فيه توش ماروكان افيك ان كوب ان تي بو سبيسيال فوالا، دونك لا فام ماروكان ولا اترونجير بوغا ميتر فاسيلمون. دونك سا سي سي في او ماروك في كلشي في المغرب. كلشي في الرباط. الثمن غيكون حتى هو مناسب. الثمن مناسب ديال المغرب زعما فريمون. داكوغ. الوغ هنا تنشوفوا هادي سي روب دو سواري. وي اكزاكتومون. عاد داز. دونك حتى هي درتي لها توش ماروكان في المضمه ديالها. في المضمه في ذاك الخدمه اللي كاينه هنايا سو سون با دي بير، سي الخدمه ديال الطراسن مزرولين، دونك فوالا مخدومين فريمون. حسيتي تبان بحسني سلاك. على فواغ دو زعما دو لوا تقول لها 100% مودرن، ولكن فيها اللمسه المغربيه. ما عندي مساله ضروري. اكزاكتومون باسكو انا توندونس ا ميتر لو مودرن، بوركو نو با ميتر اوسي ان توش ماروكان افيك، دونك سا في توجور بليزير. هي بصراحه في الاول كتبان لك بحال شي سلسله، مي هي فريمون تريسنات متفورين اكزاكتومون. دونك نوريكم اللبسه ديالي حتى انايا. شد لي ليلى فوالا.
très décontracté, مريحه. C'est du lin, ياك اللي حديجه. C'est du lin, c'est du lin. C'est le lin de Marrakech. Voilà, avec de randa, la خدومه بالراندا. ليلى مرتاحه؟ بالي بحال غتهربي لينا. لا زعما ديال نمشي من هنا لمراكش ديريكت. الوغ انا كنشوف ديك حتى لو شو دو كولور اكسيتيرا تا هو اكزاكتومون. دونك تندير لي تاي بيان سور. دونك لا مي سور سكي 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 بو هي انك تتحملي معك الهويه المغربيه. اكزاكتومون في ميم شيزي كتديها معك. برافو. سكي ديفيسيل في المودرن هو انك تدير بلي تاي جوستومون. دونك يفو باسي لاندستريزاسيون تيكون الاس الام ال فوالا دونك جيسكو XXL. نكملوا العرض. مرحبا تبارك الله عليك لليلى صافي البورتي سي بيان. ميرسي. انا تنتسائل لاله خديجه تنتسائل كيفاش ممكن الناس ذوي الاحتياجات الخاصه تنعرفوا بان نقدروا نقولوا الكلمه كاينه اعاقه كيفاش هذه الدقه وهذا التمكن وهذه الحرفيه يقدروا يخرجوها هاد الناس هذه. اكزاكتومون سبحان الله العظيم لاله سميره ربي ما تينقص واحد الحاجه حتى كيعطي واحد الحاجه اخرى مادام الاعاقه تتكون في واحد لو مومبر واحد اخر في الذات والا لو مومبر اللي تيكون صحيح تيعطي وتبارك الله عندما تيعطي اكثر وتتكون عندهم واحد الدقه واحد المهاره واحد لانتيليجون جونس زعما سبيسيال زعما بينا وكا دونك هذا سي لو ميم طيور اللي شفنا قبيله سميره براتيكمون لو ميم غير هذا الي بلوتو نوار اي بلون نوار اي بلون نو لا كوب ديال البنطالون سي با لا ميم شوز كوم لوتر البنطالون هذاك الي بلو لارج دونك تيمشي مع لي سواري هذا اون بو لو ميتر بور لو بيرو بور C'est chic, c'est joli, ça, voilà, je trouve qu'il est très joli. Donc il y a peut-être le débardeur, plutôt le body. Voilà, le body, exactement. Et donc la tenue complète. Voilà, la tenue complète. Et tu fais les tailles, tu te déroules les tailles? Bien sûr, c'est de 38 jusqu'à 46. D'accord. Donc, voilà, exactement. Mais je علاش حنا من ماركه ديالنا مغربيه تكون على اكزاكتومون لا ديجا فكرت في التصدير لان اول نقطه ديال التصدير هي لو سيت ويب اللي كيكون انت علاش كنضحك حيت سميره اللي كيجي عندنا في بلاصه تقول علاش ما كتصدرش جو سي ولكن سميره جو سي باش تصدري ان برودوي راه خصك فريمون سي اون غروس كومبان بوبليسيتير لا من غير لا كومبان بوبليسيتير سي ان ترافاي بوكو دو بروسيدور و سي با ماشي ساهله اكزاكتومون اي لو بروميير با بغيتي تقولي خاص الفلوس بزاف خاصك باوي باسكو خاصك تلقاي لو ماغازان على ليترونجي وخاصك دي انفستيسور و راه سي اون بليس كتكثري من لا برودكسيون هنا في المغرب باش تصدرها دونك سي توت ان بروسيس مي كاين لو بروميير با اللي كنديرو سي ديجا ان سيت كونت ايلي انترناسيونال اي كي لا بوسيبيليتي دو بيي على انترناسيونال دونك سي ديجا ان افون غو لا مارك على ليترونجي وهذه سي اون كومبينيزون ياك نو با دي تو سي ان سروال جونغ سروال والفوق عليه ديالو ديمون سيباريمون دونك اون بو بحال هادشي اللي لابسه لا ميم دونك سي با لا ميم كوب هادي سي نوتر كوب هادي وهادي سي سي ان شوميز سي ان شوميز بابيون جونغ بابيون لارج اوفر سايز كتلبس مع تري جولي تلبس مع لي ليغينز واش يعاونوك المعلميه ديالك اللي تنحييوهم بحراره اليوم كنا نتمنوا نشوفوهم معنا الفقره ديالنا اليوم واش تشاركيهم انت في لا كونسيبسيون في التصميم تشاركيهم معك ولا غير تنفيذ ديال القضيه التقنيه المحضه انا تنشاركهم في واحد حاجه بعدا كاين دي شوز اللي تنسول لو تيسي واش غادي يجي مع هاد الخدمه اللي دايره انا في بالي ولا لا بعد فتره تنقول لهم شي خدمه تيقول لك لا هذا احسن حاجه دونك ما تيبخلوش عليك النصيحه بيان سور تيخدو زعما بالنصيحه وتيتعاون وي اون بليس هي اون شوز لاحظتهم اللي كيحبوا يخدموا في هادشي مودرن Ça les change un petit peu de tout ce qui est traditionnel et tout, donc ça les encourage. شكرا لك لاله خديجه اللي جاتينا وجبتي لنا لي موديل وتحيه للناس اللي كيخدموا معاك. ميرسي بوك لاله بارك الله فيك. ان شاء الله نشوفوا لا نوفيل كوليكسيون ديالك عما قادم. ان شاء الله على راس العين بارك الله فيك. شكرا لك ليلى. الاستضافه العفو لاله. نتلاقوا بك ليلى يوم الاربعاء ان شاء الله بفقره القفطان ديال صباحيات دوزام. الى ذلك الحين غادي نتلاقوا بكم غدا ان شاء الله مع فقرات اخرى دائما تتم حياتنا الاسريه واليوميه نتلاقوا اذا باذن الله الى اللقاء